التنافس بين الجهتين، البعض يعتبر انه في تنافس بين سائحون الوطنيون وسائحون المبادره او الضغط زي ما سماه اشرف. طبعا الخلاف بين سائحون بدا قبل هذه القضيه، ولكن التنافس ايضا استمر فيها، واضح انه هناك تنافس في هذه القضيه، لانه عندما يسجل التاريخ ان اول لقاء حصل في اديس ابابا بين قيادات الحركه الشعبيه وسائحون في 2014 هو قياده السائحون التي الان هي سجلت ختمت هذا الملف بصورته الحاليه، وبالتالي هذا التنافس اعتقد انه سيستمر في قضيه الاسرى وفي غيرها، وهو اعتقد ان هو تنافس في الخير، اعتقد انه مهما كان يحاول اي طرف يسجل نقاط لصالحه، ولكن اعتقد ان التنافس في الخير وفي فعل العمل الصالح هو فعل صالح ايضا.